السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا باش نتكلموا على واحد جوج قنات في حلقة واحدة. هاد جوج قنات اللي هي قناة ندى حسي وقناة شكوحة. هاد القنوات بجوج اللي هما وكاينين معاهم قنوات اخرين اللي هما كيعطيو واحد المثال سيء بزاف بزاف، وغاديين وكيزيدوا فيه، وخصوصا في هاد الفتره هادي اللي هما طالعين بواحد العمليه ديال النصب والاحتيال والسرقه والدعاره. حشاكم هاد الناس اللي كيعطيو لهاد القنوات ديالهم محتوى خاطئ جدا اللي كيضروا فيه الشباب اللي طالعين والبنات الصغار، الواحد المستوى اللي هو خاطئ جدا اللي ما كيعطيش واحد النموذج للشباب اللي طالعين. هاد القناه ديال ندى اللي هي كتشاركها مع الام ديالها، محتوى ديالهم سيء جدا الى اقصى درجه، اللي كتعطي مثال ديال الام العازبه وبافتخار، وكتعطي مثال الاقتناء واحد المهنه اللي هي ديال الحلاقه بدون اي احتواء على يعني شهاده المهنه، وكتبين للناس بانها يعني مهنه خاطئه، مع انها مهنه يعيشوا بها الناس وكيكبروا بها العيالات وليداتهم، والرجال حتى هما يمتهنوا هذه المهنه وهي مهنه شريفه، لكن هي تنقلت من هذه المهنه وبدات كتزاول محتوى واحد اخر بعد ما هي عند بالها انها وسختها. هو تقريبا كان عليها ما تعطيش لهاد المهنه واحد النظره اللي هي خايبه، اللي دخلت فيها على اساس كانت حامله وخدت واحد الصالون ودخلت به بواحد الطريقه على اساس انها دخلت واحد السيده بريئه وبغات تخلي الماضي وراها وساعدتها امها، وبعد ذلك انتقلت للمحتوى اللي هو الحين وصل لواحد الكلام رديء، واحد المستوى طايح بزاف، وكيعاونوها هادوك الشكوحه اللي اتفقت معهم على ما كيظهر لنا على اساس يطيحوا بواحد السيده اللي حتى هي بدورها كانت كدافع على ندى حسي انها واحد السيده شريفه، واحد السيده خاص اللي عاونها وعاونوها بزاف ديال الناس باش ترجع للطريق. لكن هاد السيده هادي الخطأ اللي دارت انها جابت معاها ولادها، والخطأ اللي كدير ماشي حيت غلي دارت، اللي كدير انها قلت لكم كتعاون وكتشهد في هاد السيده بواحد المصداقيه عندها في الحياه ديالها، في التغيير ديال الحياه ديالها، ورغم ذلك رجعات على طريق الصداقه ديالها، رجعات بواحد نقولوا حنايا رجعت فدات فيها واحد الكلام قالتو ليها قالتو فيها، وبدات حاسيه فيها هذيك الكلام، حتى وصلت لدرجه انها حرشت عليها دوك الشكوحه اللي هما لا مثال ولا رجوله ولا اخلاق ولا تربيه، اللي كيتكلموا بواحد الكلام فاحش بواحد الالفاظ خايبه، ما كيعطيو مثال للشباب لتا شي حاجه الا انهم كينتقموا وكيدثروا وكيوريونا الوقاحه ديالهم، وبغاو يفرضوا علينا المحتويات ديالهم الساقطه، هذا كله وراء الفلوس باش يطلعوا القنوات ديالهم ويبانوا بالله راهما هاد الناس عندهم واحد المستوى جيد اللي كيعرفوا يخرجوا به الفلوس. حنايا دابا الله يجازيكم بخير كنطلبوا من بعضياتنا حنايا كقنوات مبتدئه وقنوات كبيره باش نسينياليو هاد الناس هادو، وباش نساهموا في الحاقهم للسلطات باش يوقفوهم بحال الدول الاخرى. كيفاش دوله اللي هي من الدول العربيه بس واحد السيده خلعت الولد ديالها او البنت ديالها، وجات الشرطه وقفت عليهم، غير خلعته وخلاته كيبكي وجات الشرطه وقفت عليهم،
وكان الجزاء ديالها انها تسجنات هي والزوج ديالها لانه ما احترموش هذاك الطفل. اما بالنسبه للقنوات هذه ديال نادى حسي والشكوحه، هادو راه ماشي خلعوا طفل صغير، هادو راه كيخلعوا الكبار بالافعال ديالهم وكيخلعوهم على وليداتهم اللي غادي يتقدموا واحد النهار يبغيو تاهم يحلوا قنوات، يبغيو يديروا فيها شي محتوى زوين، ولكن ملي غادي تكون القناه ثقيله وما غاديش تعطي غادي يلتجؤوا لنفس هاد الافعال اللي كيديروا هاد الناس اللي هي فيها الفساد وفيها النصب وفيها الاحتيال وفيها المشاكل. هاد ندى حسي هي اللي خلات القنوات الاخرين يقوموا بالنصب بعد ما سبقت هي وكانت من سابقات القنوات بالنصب على الناس اللي كتقول لهم اجوا اعطوني باش نصايب لكم، اعطوني باش ندعمكم، اعطوني باش نعطيكم. والناس بالدهاء ديالهم بالبلاده ديالهم بالسذاجه ديالهم كيتبعوها وكيوافقوها الراي وكيتشمتوا وكيبقاو يشكيو وما عندهم حتى شي مصداقيه في هذه القنوات هذه، لا هذوك اللي كيتفرجوا ولا حتى الاخرين، لان كي كيقول المثال طاح الحك وصبغطه. حنا دابا كيف ما كنحاولوا نقصوا من بعض القنوات اللي ما كيفيدوناش وما كيفيدوش البلاد وما كيعطيوهاش صوره زوينه باش نضامنوا ونوقفوا ونسينياليو هذا، يعني ما غاديش حنا بين عشيه وضحاها نقوموا بهذا الشيء، وانما اليوم من عندي انا شويه وغدا من عندك انت شويه وبعده من عند الاخر شويه، غادي تكون واحد تضامن ويد وحدة باش نديرو شي حل على الأقل باش نقاربو هاد القنوات هذه. وكنتمنى نكونو فهمنا هاد الموضوع ديال هاد الناس اللي ما عندهم حتى محتوى وما عندهم حتى أخلاق.